ورحب هنا بعضو الكنيسة عن حزب الليكود سيد نير بركة. أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. هذه العملية بدأت من مدينة القدس وأنت كنت رئيس البلدية سابقا. لو لم تكن كل الأحداث في الشيخ جراح باب العمود وما حدث في داخل المسجد الأقصى لما كانت كما يرى البعض تصل إسرائيل إلى حد الصدام والعملية العسكرية في قطاع غزة. أنت قلت لتيرور. لا حجة ولا تبرير للإرهاب. حماس هي منظمة إرهابية ينفذ عمليات ضد المواطنين في إسرائيل وينوي قتل الأبرياء ويستتر وراء المدنيين، ونحن في دولة إسرائيل سنحارب ونكافح ضد الإرهاب لأن جيش إسرائيل يدافع ويحمي عن إسرائيل. ليس هناك أي تبرير أن نعمل على شكل أو نواجه أن يكون إرهاب في منطقة الشرق الأوسط. دائما هناك تبريرات، الحديث يدور عن إرهابيون جملة وتفصيلة ونحن نحاربهم. في المقابل يعني الآن يعني وصلت العديد من التقارير يعني تتحدث أيضا عن استهداف إسرائيلي لعائلة كانت يعني تسكن في الشاطئ هناك، وتم مقتل العديد من الأطفال خلال هذه الحملة العسكرية. وإسرائيل تواجه يعني أيضا التهم بجرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إذن هناك استهداف للمدنيين من كلا الطرفين. حماس يقصف الصواريخ ويرسل الصواريخ، والهدف هو الإرهاب وقتل الأبرياء. دولة إسرائيل على عكس ذلك، كل ما نرمي إليه الأهداف عسكرية هي بنية أساسية للإرهابيين. وعندما نرى بأن هناك مثلا هناك مواطنين في دولة في البرج فإننا نفعل كل ما بوسعنا لكي لا مصيبة أو لا يمس المدنيين وأيضا الإرهابيين. أحيانا يتم المس بالمدنيين، ولكن حماس يرى بذلك موقفا استراتيجيا بالنسبة له أن يهاجم دولة إسرائيل وأن يحاول أن يصاب عنده أشخاص، أن يتم إصابة أشخاص عنده ليقول بأن إسرائيل ليست على ما يرام. نحن سنفعل كل ما بوسعنا لأن جيش دولة إسرائيل هو جيش على مستوى من الخلق والأخلاق، ولكن للأسف في الحرب عادة ما يصاب بعض الناس. نحن نقول للمواطنين في عزة ابتعدوا عن حماس وعن الإرهابيين، لأنكم إذا كنتم قريبون منهم فإنكم قد تمسون، قد يلحق بكم الضرر. نحن سنلاحقهم ولن يكون هناك مواطن. أنا أريد أن أتحول يعني معك بالطبع إلى النقطة الأولى وهي ملف القدس. حماس أدخلت في هذه النقطة معادلة القدس وهي تقول لا وقف لإطلاق النار ما دام يعني هناك اقتحامات كما وصفتها وقالت للقدس لبحات المسجد الأقصى ما لم ينتهي ملف الشيخ جراح. إذن ألا ترى أنت كنت رئيس للبلدية يعني وكنت في بعض الأحيان تحاول احتواء كل الأزمة، مرة أخرى عندما يصل ملف القدس إلى الطاولة هناك فتيل لأزمة وهناك اشتباكات وهناك احتدام وهناك صراع، ألم يحن الوقت أيضا في الجانب الإسرائيلي للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس؟ بادئة بسياسة دولة إسرائيل المحافظة على الوضع القائم في جبل الهيكل في منطقة المسجد الأقصى، وكل ما يقال غير ذلك هو نوع من الكذب والفتنة. في القدس يوجد عرب ويهود يشترون يقتنون شقق سكنية، عرب من عرب وعرب من يهود ويهود من عرب، وهناك من يسكنون في الشيخ جراح. هذا موضوع مدني، المحكمة العليا في دولة إسرائيل هناك نوع من الخلاف بين الجيران. اليهود يقولون هذا بالنسبة لهم، ذهبوا إلى المحكمة ليحسم وحسم المحكمة أن الحق والصدق مع اليهود، ولكن انتهت أن يكون أحد انتهت هذه الفترة أن يقول أحد لليهود أن لا يسكنوا في منطقة
ما إذا رغبوا في السكن في عمان في دمشق أو في نيويورك وبالذات وبالأحرى أيضا في القدس، هم يشترون يقتنون قسائم أرض وهذا حقهم أن يعودوا ويسكنوا أينما يشاءون. في هذه النقطة هناك الآن سكان عرب في دولة إسرائيل وهناك سكان في مدينة القدس يقولون لهم أوراق رسمية ويطالبون الآن بحقهم الكامل في العودة إلى منازلهم، هذا يضع إسرائيل أيضا أمام مشاكل قانونية. وفي نقطة أخرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال قدمنا كافة الأوراق للجانب الإسرائيلي تتعلق بملكية هؤلاء على الأرض وفي المنزل. بعكس ما يجري في مناطق أخرى، نحن دولة ديمقراطية، من لديه ادعاء أو دعوة فليذهب إلى المحكمة، نحن دولة قانون والمحكمة تقرر وتحسم، هناك قرارات ونحن نحترم المحكمة في نهاية المطاف. في نعم نحن نقبل ذلك. هناك أيضا من يتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه افتعل أزمة داخلية في نهاية المطاف لمكاسب سياسية، ولولا تسليم التوصية ليائير لابيد لما كان يحدث ما يحدث في المدن المختلطة. وهذا يعني بالطبع أعطى، هناك من يتهم أنه أعطى لبين كفير باتسلال سموتريتش الفرصة مع مجموعات من المستوطنين للدخول للمدن المختلطة، كيف تعقب على ذلك؟ هيا بنا نمتحن الحقائق الدامغة الذي من هاجم القدس لم يهاجمها نتنياهو، وإنما من بدأ الاضطرابات والمشاغبات وأعمال الشغب والمواجهات هو حماس، حركة حماس، هذه الحقيقة. وعندما بدأت هذه الأمور اعتقد حماس بأننا في موقع ضعف بسبب الأزمة السياسية والحزبية في إسرائيل، ولكن على ولكن في حماس عفوا يعني قائد الشرطة قال وأشار في جلسة للشرطة الإسرائيلية وطالب من نتنياهو إبعاد بن غفير عن كل ما يحدث، هو قال هو يحرض على انتفاضة داخلية. هو من قال أفيغدور ليبرمان قال عن رئيس الحكومة الإسرائيلية على أنه استغل الفرصة لأهداف سياسية، المعارضة الإسرائيلية اتفقت على ذلك، كانت هناك أنباء تحدثت قبل أسبوعين على أن الجلسة التي كانت بين وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس ويائير لابيد، وقالوا في حال فشل نتنياهو بتشكيل حكومة ستكون هناك عملية أمنية إما في الشمال أو في الجنوب مع قطاع غزة، هل تتفق مع ذلك؟ أدم افس تروتسيم لاليموت، انا لا هناك لا توجد تبريرات وحجج للعنف. انا كنت في عكا وكنت في اللذ ايضا، انا بعد قليل سازور يافا، سارتاد مدينه يافا، انا اعرف ذلك كرئيس بلديه القدس سابقا، لا يمكن ان اقبل هذه الحجج، ابقوا في البيت ولا تكونوا عنيفون. وهذه نقطه واول السطر، انا اعتقد الداعي أقول بأن كل من يرفع يده ويلجأ إلى العنف ليجلس في ليقبع في السجن لصالح الأمر. نقول كنت الآن في مستشفى في نهارية، أحد سكان لودمور ذهب لزيارة، هم حاولوا الاعتداء، العرب المتعارب هناك حاولوا الاعتداء عليه، اعتداء جماعي، اعدام جماعي، وليس هناك ما يبرر مثل هذه الاعتداءات. بالمقابل الادعاء إذا كان هناك يهود يستعملون العنف ويلجأون العنف يجب أن يذهبوا إلى السجن ويقبعون في السجن. عضو الكنيسة عن حزب الليكود سيد دانيير بركات على هذه المداخلة.